أكد مشاركون في جلسة نظمت بالدار البيضاء في إطار أشغال المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، أكدوا على ضرورة وضع قوانين منظمة لحقوق الملكية الفكرية تهم الأعمال الناشئة عن تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي. كانت مقاربات يعني أكثر يعني تفصيلا في حماية المعطيات الشخصية، في الأبعاد الفكرية والفلسفية لمفاهيم يعني الهوية، هل يمكن إعطاء للشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي؟ هل يمكن تحميله المسؤولية ومجموعة من الإشكالات القانونية؟ كذلك على مستوى التشريع، فهل المقاربة الكلاسيكية في سن قوانين للتأطير كافية، أم أننا يجب أن نعتمد مبادئ وأسس مؤطرة وبعد ذلك نترك التشريع كي يستطيع أن يواكب؟ كما دعوا إلى بلورة ضوابط عامة مرنة قابلة لاستيعاب التطور والثورة التكنولوجية المتسارعة. خلاصة هذه المداخلة كانت عن التحديات التي واجهها العالم اليوم في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الملكية الفكرية، وكانت التوصيات أن احنا نضع أطر أو ضوابط عامة مرنة قابلة لاستيعاب هذا التطور وهذه الثورة التكنولوجية بدلا من نصوص تشريعية جامدة أو غير قابلة للتطور السريع الذي من الممكن أن يجاري هذه الثورة الصناعية. المداخلة اليوم كانت عن الرقمنة، الحلول الرقمية، وأيضا الموضوع التحول الرقمي وكيفية الاستفادة من البيانات الضخمة البيج ديتا، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم أيضا المبتكرين والمخترعين في هذا المجال. ويروم هذا المؤتمر المنظم من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يروم تسليط الضوء على أهمية حقوق الملكية الفكرية في حماية البيانات والأعمال والابتكارات.